شوف أنا مواليد 80، بداية حياتي كان أبويا زين ويانا ويحبنا يعني ويخاف علينا، ودائما يعني شو نريد يوفر لنا. نجحت من الابتدائية، ماكو أي شيء، عن حياة طبيعية. أنا أكبرهم الولد والبنات، فدائما يعني أمي تحسسني إنه أنا لا، إنه أنا مسؤولية البنات، مسؤولية الولد، تساعدني إنه تعلمني شلون أشتغل بالبيت وهيك شيء. لحد يعني دخلت للمتوسطة نفس الشيء، معتمدة عليه بالبيت، وعلمتني حتى شلون أخبز. بالثالث متوسط أبويا وضع يعني مو هالقد، كان ما نعرف شنو وضعه، يتمرض وهيك شيء، طلع مديون. إحنا يعني يعني اسمعهم، انا ما افهم، بس يعني اسمعهم انه احنا لازم نبيع، لازم نشوف ايش نسوي. هاي هذا المداينة يعني هو عمره 35 سنه، انا كان يعني عمري 15 سنه، فهو يتردد علينا يعني نعرفه. فقال له ابويا بدل ما هاي زوجني بنتك. هو اساس الاب او الام هي التضحيه. هم من صار عندهم أولاد صارت مهمتهم وواجبهم إنه أني لازم أضحي وأناضل في سبيل هاي العائلة اللي تكونت من الأطفال. لكن بعض طبعا تكون هاي درجات المحبة والألفة والتفاهم متفاوتة حسب نوع العلاقة اللي بالبيت، حسب نوع البيئة، حسب الموارد اللي تجي للعائلة، حسب المحيطين، حسب هم وين ساكنين، ويا أهله ساكنين وحدهم. هاي كلها تحدد العلاقة بين الأم والأب والأطفال. تحددها الأم والأب من يكونون مثلا ساكنين ويا أهله، الأهل راح يشيلون جزء من المسؤولية، مسؤولية التربية عن الأم والأب. فالأب شلون مثل ما نقول احنا بالعامية نقول ينتشل على أمه وأبوه، فيبدي يهمل الأسرة، يبدي يهمل تربية بنته أو ابنه، ويعتمد كليا على الأم أو على أمه وأبوه، يعني الجد والجدة. طبعا الجد والجده تربيتهم تختلف عن تربيه الام والاب، ونظرتهم تختلف عن الام والاب. اكثر شيء يسوده الدلال، يسوده الرأفه، الخطيه، الحنيه زايده، فهي كلها تاثر على سلوك الفتاه والولد. فشافوني يعني انه اني اعرف اطبخ واعرف اخبز، وثالث متوسط نجحت يعني شاطره، قالوا بعد هاي معتمدة على نفسها وتقدر. لا أخذوا رأيي ولا شيء، قالوا إنه أنتي بعد نروح نشتري نيشان، وأنا فرحت، رحت والبدلات وهالسوالف، واشتروا لي. وتعرفين هاي الفترة أنا يعني ما عدنا، وفجأة يجيبوا لي كل شيء، عم بالي يعني الزواج بس هاي الفرحة. إيه طبعاً، هو واجب الأب إنه يوفر كل مستلزمات الحياة الكريمة لبنته أو لابنه، يقيم بالدراسة، يقيم بتربيتهم، يقيم بملبسهم، مأكلهم، مدرسة، كل هذه من واجبات الأب والأم. بعض الآباء شوية يتنصل عن مسؤولياته، طبعا حسب سلوكه هو وحسب شخصيته. أكو بعض الآباء تشوفيهم هم أغنياء بس يهملون ويقصرون بتربية بناتهم أو أولادهم. أكو آباء متعففين تنقصهم الحالة المادية لكن يبدعون في تربية أبنائهم وخاصة البنت. فمثلا احنا حسب الحالة اللي سمعناها انه الأب زوج بنته الصغيرة، هي بعدها مراهقة، لشخص كان يطلبه فلوس،
طبعا هاي جريمة والله العظيم، هذه جريمة بحق هاي الفتاة، وهذه تدخل ضمن قانون الاتجار بالبشر. يعني هو الاتجار بالبشر مو فقط أن يبيع أعضاء من الجسم أو لا، إنه هو دا يبيع إنسانة كاملة، دا يبيعها في سبيل يسدد عن ديونه. طبعا هو هذه ضحية الأعراف والتقاليد، والبنية إيش ما تكون بعدها هي مراهقة، فتفرح بالزواج خصوصا إذا كانت من عائلة فقيرة، إنه هو انتشلها. إحنا حسب ما سمعنا الحالة إنه الزوج أموره المادية جيدة، فهي فرحت إنه راح تخلص من البيت ومن الفقر، وراح تلبس وراح يصير عندها جاه ومال وبيت، بس نسيت العواقب الوخيمة، فارق السن، الهدف من الزواج. هو طبعا هو ما أخذها حبا بيها، أخذها إنه حتى تكون عنده سلعة يحقق بيها ما يبغي هو. وانا تزوجت في البداية عانيت يعني شوية، هو أكبر مني بعشرين سنة، فكان صعب يعني حس أواني من كان يدخل علينا يعني صديق أبويا، يعني بجد أبويا يعني. فعانيت بالبداية منه يعني حتى عشرتنا سوية يعني أحس صعب إنه يتقرب أو شيء. فبقينا هاي السنة هو يعاملني مثل بنته، حتى شلون أأمن مدللني هاي وراها يعني. قالوا لي بعد التكافي صار للسنة هيك، يعني هو يريد له طفل، يريد له هاي، يعني لازم إنه تهتمين بيه. صار عندي بنية، من صار عندي بنية هو قال يلا ملكي على الثانية يصير ولد. هو وضع كان زين، يعني كان هم يشتغلون بالتجارة، هو كل فترة تعرفين هي ربح وخسارة يعني، فالحمد لله كان مستوى زين هو بوقتها، فكان يلح عليه الولد. بوقتها يعني ما كان أكو مثلاً إنه أقدر أجيب ولد مثل هسة، تسوين حساب تروحين تسوين تريدين ولد، تريدين أنابيب، هاي يعني بوقتها ما كان هذا الشيء صعب. صارت عندي بنية ثانية، هو ضاجب الزايد، صار بيناتنا مشاكل لأن تيم البنات يعني كل حكي على البنات. أبويا ما يدخل، يريد بس لأن هو نسى بعد الدين اللي عليه، فبس سلك روحك، هذا هاي أهلي، بس سلك روحك وياه. صارت البنية الثالثة، صارن ثلاثة، بعد الثالثة ثابتة مثل ما يقولون. كلش ضاج مني، وظل يعني يبتعد ويروح، ويعني يعوفنا، يعني أنا مصرفي يا دوب اللي يعطيني إياه أكمله، بنات مدارس يعني بعدين كبرن، هذا وضعنا استمر. يعني فارق 4 سنين 5 سنين ماكو، هو يعني ماكو فشي محدد، بس يعني هو ما راح يكون نقول ال4 سنين أو 5 سنين حتشكل فت فارق ثقافي او فت فارق علمي بيناتهم، او فارق بالعمر بالعادات بالتقاليد اللي تربوا عليها، هاي كلها متأثر. لكن اذا كانت مثلا 15 سنة 20 سنة هاي كارثة. طبعا دائما هو الرجل راح يكبر، فهي راح تبقى شابة، يعني الرجل حيوصل للسبعين خلينا نقول، هي بالخمسين، مرة بالخمسين بعدها منتجة حتى ممكن يعني تنجب أطفال، فهذا الفارق بالعمر راح يسبب مشاكل، مشاكل نفسية، مشاكل فسيولوجية، هواية يعني شغلات تدخل ضمن هذا الفارق العمر. وبالنسبة للمرأة إذا تزوجت همي أنا مثلا نقول أصغر منها ب10 سنين 15 سنة، هاي الكارثة هنا، إحنا ما عندنا هيك زواج ناجح. لحد ما هو يعني شلون قالوا له هاي، يعني ظلوا يحكون عليه الأقارب وهاي إنه أنت بناتك وهاي شلون تعوفهم، رجع حياتنا طبيعية. صارت البنية الرابعة،
هاي الرابعة حسيتها انه هي اجت للحياة وهي يعني كلش خطية تأذت، اكثر وحدة تأذت، لان هيك البنات شوية يعني احسن من يمها. من اجت هاي البنية بعد هو بالزايد كرهني ام البنات، ما اعرف هي هو هذا هيش تفكيره، يعني شقد ما حاولت اغير بيه ما يتغير. احنا لازم نوعي ونثقف من خلال المنظمات النسويه، من خلال المؤسسات، من خلال منظمات المجتمع المدني، انه ننطي حقوق المراه ونفهمها. هي ايش قالت الحاله؟ قالت اني بنتي من اتطلقت اخذت حقوقها، واني ما قدرت اخذ حقوقي فتنازلت هي عن حقوقها، في حين هي طبعا ما تعرف بالقانون العراقي. القانون العراقي شو يقول؟ من سنة 1959 رقم 188 قانون الأحوال المدنية ما تغير، يعني القانون هذا اللي بنتها أخذت به الحقوق هو نفس القانون اللي كانت هي موجودة ومتزوجة، يعني صار لها 63 سنة ما تغير. بس هي ما تعرف، ما عندها إلمام بالقانون، لذلك تنازلت عن حقوقها. طبعا هي كانت تقدر انه تحكم الزوج بالنفقه لانه كان هاجرها، حتى لو ما كان اكو طلاق، اكو فقره بالقانون في حال هجر الزوج للزوجه ينطيها نفقه لها ولاولادها. فبس هي ما تعرف، ويعني كانت يمكن بي خلينا نقول شويه متخلفه اجتماعيا، فاللي خلاها ما تعرف بهذه الشغلات. المهم هجرني، هجرني السنة كاملة. هاي البنية خطية، أبوي يصرف علينا. بعدين أنا ورا هاي السنة قلت أنا لازم أشتغل، فظليت أخبز وأسوي أشياء وأنطيهن للمحلات الموجودة، أي شيء أسوي، بورق أسوي، كبة، هاي لحد ما يعني شوية وضعنا يتحسن، وهاي كل بالي إنه أنا وضعي راح يتحسن. أنا شت قاعدة وياهم، يعني قاعدة ويا عيالي، فقلت أنا شوية شوية هو يعني شنو ما يجي يقعد ويانا، يعني يروح يطلع ما تعرفين وين، لأن هو كان وضع زين يقدر يصرف على نفسه بس ما يقدر يصرف على زوجته وبناته، يعني هذا ما أعرف الحرام عنده عادي. هاي البنية كلش تأذت يعني بوضعها، وأني أهملها، بناتي شوية مساعداتني، بس هي يعني خطية. أنا دائما أقول عليها أنت خطية، أنت جيتي بوضع أني كنت حتى ما فرحت به، كنت أفرح على يعني رغم هو يريد ولد بس أنا أفرح ببناتي. هو هاي الفترة من هجرني بعد السنة وهاي قالوا تقدرين أنت تطلقين ما دام يصرف عليكم وهجركم تقدرين تطلقين. أنا قلت لا، الزاد والملح وهاي العشرة أنا ما أسويها بي. بقيت 5 سنوات على ذمته، هو لا يسأل ولا إذا يشوف البنات يشوفن بالصدفة. أبويا واقف لي حس بغلطة وتندم، فظل هاي الفترة يعني هو وياي ويساعدني، وإحنا قدرت شوية شوية لحد ما سويت لي دكانة وشوية يعني أحسن. أنا عندي خريجة ثالث متوسط، فالحمد لله والشكر قدرت أنه يعني ألقى لي وظيفة. يعني أني أحييها، أني أحييها أنه هي قدرت تعمل، يعني هذه صدق النخلة العراقية. المرأة اللي عندها 4 بنات وكافحت واشتغلت تخبز وتبيع وناضلت وراحت وتعينت وشقد عانت في سبيل بناتها الأربعة، يعني هذه هي النخلة العراقية. يعني الحمد لله تعينت بشهادتي مع الثالث، الحمد لله والشكر، الله يعني كرمني يعني على قد نيتي وعلى قد صبري. وارتاح أبويا من أني تعينت. بالبداية يعني تعرفين شوية يطونا أجور بسيطة هاي، بس أنا مي خالف، قلت لحد ما شوية شوية قدرت بعدين انه اعزل عن عيالي، يعني هي غرفه وسويت ملحقات وعزلت. بعدين انا قلت لهم لازم اتطلق بعد. انا يعني هاي الفتره كلها خليتها الى الباب مفتوح انه بلك الله يهدي ويرجع على مود البنات، بنات ويريدن ستر واب وهيك شيء.
وصلوا له خبر هو عايش حياته يخسر يربح ما ندري بيه. قال هي عادي طلقها، تريد طلاق هطلقها، وهي بس شنو بشرط انه تتنازل عن حقوقها. طبعا سووا انه اتنازل عن الحقوق اللي كانت عليه، واصلا هي اني قاعده هو وهاي غراضي وهاي نفسها، بس هماتين لانه يعني لازم انه ينطي نفقه، بس قال انا ما اعطي نفقه، هم تنازلت عن نفقه، وادري بهذا الشيء غلط وما اتمنى وحده تسوي مثلي، بس انا شو اسوي؟ اشتريت حياتي والحمد لله انا ما احتاجه. بناتي كبرا يعني كبيرة 20 سنة، فلازم أزوجها، زوجته. المشكلة هنا صارت من زوجتي البنية، حسيت أنه صدق أنا محتاجة رجال، يعني محتاجة أنه أحد يوقف لهذا زوج بنتي، ومرات من يدوس عليها وعلى كرامتها ويقول لها أنت يعني ما وراك أحد وهيك، يعني يعيرها بهذا الشيء. صح اني ابويا ما مقصر، بس هو يعتبر جد، يعني شو يريد يسوي الجد؟ مو هو احنا شو نسوي؟ نعالج، هي سوت، عالجت الخطا بالخطا. انا المفروض ما ازوج بناتي وهم صغار، هي خلاص انا وقعت ضحيه، انتهى موضوعي، خلي اكافح في سبيل بناتي، وهي يعني كافحت وما قصرت، بس انا ما ازوج البنيه حتى اخلص من مسؤوليتها. أو بالعكس أنا خلي أعلمها، يعني العلم هو سلاح المرأة، الراتب هو الرجل، يعني خلي نقول هو الرجل بالنسبة للمرأة اللي ما عندها زوج. فأني ليش أعالج الخطأ بالخطأ؟ بالعكس، بس هي خطة تخش خطوة إنه ما يخالف، نقول الزوجة البنية وقالت أنا ما أدري أزوجها أو لا، فأني أنصحها نصيحة لوجه الله تعالى نهائي لزوجها مرة ثانية، ثقفيها، علميها، انطيها، خليها تشتغل، تكون عندها عمل. هو هذا بعدين من تكون المرأة، من يكون عندها مورد مالي وتكون متسلحة بالشهادة والعلم، تكون كلش قوية في حياتها مع الزوج. فالبنية يعني مو مثلي، تحملت وصبرت، واني وراها خطيه صارت عندها بنيه، ما اعرف احنا هاي مشكلتنا ويا البنات، صارت عندها بنيه، مات والمت ويزوجها ومشاكل دائما، اتطلقت بنتي، اتطلقت بس مو مثلي، يعني هي اخذت حقوقها وسوينا قضيه نفقه، وهسه نفقتها لها ولبتها ماشيه، واخذنا الغرفه مالتها وكتبنا قائمه بالأثاث. يعني حتى حسيت إن ما أعرف، يعني الوضع هسه تغير عن قبل، يعني هسه الحقوق أكثر يعني للبنات أكثر من إحنا قبل. أنا ما يعني ردت بس إنه أحصل ورقة الطلاق. هي قالت أني يحق لي إنه أتزوج، إنه كان عندها فكرة إنه تتزوج حتى يعيني الزوج على بناتي بتربية بناتي. أنا أقولها لا، من حقها تتزوج لأن هي بعدها صغيرة بالعمر، بس إنه إذا صورت إنه زوج الأم ممكن يكون معين إلها في تربية بناتها، لا، هذه أنا أحكيها كخبيرة اجتماعية من خلال مئات المشاكل اللي شفناها واللي حليناها من خلال تواجدنا بالمؤسسات الاجتماعية. زوج الأم عمره ما كان سند أو ظهر لبنات الزوجة، يعني إلا في حالات نادرة. فمن حقها تتزوج، بس إنه هي ده تفكر إنه أنا ممكن أتزوج حتى يعين بناتي، لا ما راح يعينه. أنت وقعتي ضحية خلاص، شديتي على حيلك وتعينتي، وممكن تتزوج بعد ما تحل مشكلة بناتها. فحصلت حقوقها ومشيت بيها ومشيت ويا محامية وسويت القضية واستلمت هسه هي النفقة، ما صار لها هواي، إلها ولبتها، وناوية أنا يعني ألقى لها بلكي الله وظيفة،
بنتي يعني شاطرة، بس هي ما كملت كلية، واتمنى انه يعني الله يوفقها ان شاء الله حتى تكمل كلية. بس انا مسؤوليتي كبرت، وحتى موضوع الزواج يعني اصلا ناسيته هذا الشيء، لان انا صرت بيبيه بعد. بس يعني شلون احتاج دائما يكون الي سند، يعني اخوان كل من تزوجته، والاب ما دايم. لا اني ما، اولا هسه اكو راتب للمطلقه، عندها حقوق يعني، واني قلت لها انه خلي تعمل، وانا مستعده من خلال برنامجكم اساعد البنيه اذا كان عندها يعني على قدر معين من التعليم، مستعده من خلال يعني نعينها من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال مؤسسات المراه. المراه صارت قويه، الوقت اللي صار بي انه لازم تسكت وتقعد وتنط يعني يكون عندها فد عبء على الاهل، لا هذا راح. وهاي بنتي ان شاء الله توقف على حيلها، بس هي تبقى المشكله انه يعني بالفرصه الثانيه، انا همي حايره انه هسه انه اذا تجيها فرصه ثانيه شلون، وهاي بنتها شلون، فاني اربيها لو يكون واحد يعني حتى ياخذها هي وبنتها. والبنيه الصغيره هي مشكله، البنيه الصغيره طلعت لها مشاكل وتمرضت، وهسه أنا يعني مش مشاكل نسائية، وهاي دائما تعاني من يمها بنت الصغيرة، فأني يعني هواي دا أصرف عليها، وأتمنى الله يعني الله يشافيها وتدعو لي بالشفاء لها. مع المرأة نصف المجتمع، هي لا تخلي، يمكن الحالة الكآبة والحالة النفسية ممكن تمر بها أي مطلقة أو أي ضحية، بس إيش قد تريد تستمر؟ أني الانسان هو يشجع نفسه، هو يقول لك ما حك ظهرك الا ظفرك. انا ما انتظر ابويا يساعدني او اخويا يساعدني او الناس، لا انا لازم اشد بحيلي، واول شيء اتعلم واعمل. بالعمل، العمل ينطي سعاده مهما كان، مهما تقدمت بالعمر، مهما يحل كل المشاكل، العمل يحل كل المشاكل. إسراء الخفاجي قانوني، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم بقناتكم ومشاهديها. اليوم نتكلم مواضيع يمكن البعض يقول القانون واحد والقانون ما يتغير، لكن المجتمع يشوف الحقوق حاليا تؤخذ اكثر من الماضي. انت شنو رايك في هذا الموضوع؟ حاليا الحقوق تؤخذ من الماضي؟ لا، هو موضوع الحقوق من الناحيه القانونيه هو ثابت، بما انه يعني القانون هو نفسه ثابت، ما جرت عليه اي تحديثات ولا تعديلات ولا انه قوانين جديده، بس اللي صار انه صارت توعيه المراه اكثر. يعني قبل المراه بال يعني مثلا نقول بالاجيال السابقه كانت مثلا من باب انه تتحفظ او تاخذ بعين الاعتبار موضوع المجتمع، موضوع العيب، موضوع الحرام، موضوع مو الحرام، موضوع عيب. اغلب يعني النساء او العوائل بصوره عامه، مو بس النساء، يشوفون دخول المحكمه كانه يعني مشكله كبيره. شلون يعني لحد الان واحنا يعني هسه 2023، ودائما يعني اغلب حالات الطلاق انه الناس مثلا خلانا يدخل محاكم، خلتنا ندخل محاكم، يعني يتعاملون ويا موضوع المحكمه كانه المحكمه مكان محرم، كانه مع العلم انه كل الناس اللي بالمحاكم ومراكز الشرطه يعني هم كلهم ترى ولدنا وجيراننا واقاربنا، يعني ماكو وحوش. انا باحتكاكي بيكم انتم حليتوا هواي مشاكل، يعني هواي حالات ما وصلت للطلاق بسبب الباحث او القاضي او حتى المحامي، او مرات انت تكونين وكيله، وانا اعرف هالموضوع، وانت تحلين المشكله قبل لا توصل للقضاء. صحيح. يعني كثير من الحالات انه نحاول احنا بيها يعني كمحامين كقانونيين، المفروض انه يعني على الاغلب، يعني الاغلب مو الكل، انه ناخذ الموضوع من الناحيه الانسانيه، انه من ناحيه انه نحاول الاصلاح بينهم. اكو حالات لا واصلين طريق مسدود، انه ما ممكن انه ترجع، ما ممكن انه يصير او يستمر زواج. نعم. بحالاتهم. نعم. واكو حالات لا، يعني اكو حالات تشوفيهم بسبب ضغط الاهل جايه هي المحكمه، وهو بسبب ضغط والدته او والده او يعني اي احد من اقاربه جاي المحكمه، بمجرد مرحله البحث الاجتماعي يصير
اصلاح يعني صلح بيناتهم ويرجعون للبيت عادي. اذا القانون هو نفسه ما تغير، صار عليه تعديل، انضافت لفقرات جديده؟ لا لا ما صار عليه تعديل ولا انضافت، يعني تصير تحديثات بين فتره وفتره بس مو قوانين جديده او مواد جديده. او برايك يعني يحتاج ممكن تعديل؟ اكيد يحتاج تعديل، يعني القوانين قديمه يعني بالعصور السابقه، يعني قانون الاحوال الشخصيه سنه 1969 يعني كلش انه يعني ما كان اكو سوشيال ميديا، ما كانت اكو المراه ما متطلعه بالشيء الكافي مثل الوقت الحالي، الرجل هم ما كان متطلع، يعني صارت انه كثير من حالات ما ممكن انه بذيك السنوات وبذيك الاجيال انه تصير وده تتجدد وده تزيد الحالات بطريقه انه يعني ما نقول معيبه بس صار وعي كافي من قبل المراه، يعني صار تمكين المراه تمكنت بما فيه الكفايه يعني من الناحية القانونية ومن الناحية من ناحية المجتمع والأعراف والتقاليد. نعم. صارت أنه تواجه، يعني لأنه تعرفين المرأة هي ضعيفة ضعيفة بس هي مو كضعيفة بنية أنه لازم يستغل هذا الشيء، من المعروف أنه هي المرأة صح ضعيفة بس المرأة قوية ومرأة بنفس الوقت هي قوتها بضعفها. نعم. يعني فهذا الشيء المفروض يعني أكو فد موازين معينة لازم تتخذ، لازم تنحط بعين الاعتبار. حاليا بالمجتمع صار يعني أبسط الأشياء وأسرع الحلول هو الطلاق. الطلاق في حالة أنه رفضت الطلاق أو الزوج رفض الطلاق، تشوفين حتى النهايات مو نهايات يعني انه تعرفين مثل ما نقول نهايات اخلاق، شوفين حتى نهايات شوفين نهايات انه حتى اذا كان بيناتهم اولاد، شوفين الرجل راسا راح يطعن بسرعه زوجته حتى وكان لو كان هو متاكد منها شنو، وشوفيها هي تطعن بيه وتطعن باهله وتطعن مثلا عكس المقوله اللي تقول ندخل بالمعروف نطلع بالمخرج، يعني ماكو يعني اذا هذه اول نقطه ست اسراء ردنا ان نوضحها ايضا للمشاهد الكريم حسب قصه هذه الحاله اللي تقول اني تزوجت في السنوات الماضيه والان شفت الحقوق تؤخذ. لا 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 أكثر. بالعكس القانون هو نفسه، القانون هو نفسه، يمكن الوعي تغير، الوعي تغير، صار موضوع الطلاق ابسط بالنسبه. نعم. للنساء صار ابسط، صار سهل، صار سهل، لا مو موضوع صار سهل، بالعكس ترى مجلس القضاء الاعلى بكل الحالات ويعني بكل الطرق يحاولون انه مثلا يعني يمنعون، يعني تعرفين حتى تكون اواصر اسريه مو اي. نعم. امراه او اي رجل راضي يطلق انه بسهوله تعال طلق، لا بالعكس، لانه زيادات حالات الطلاق خلت مجلس القضاء الاعلى اغلب القضاة ما يوافقون بالطلاق او يردون دعوه طلاق، فانه صار موضوع الطلاق ابسط واسرع الحلول. ليش صار ابسط واسرع الحلول؟ تشوفين دائما النساء من يحجون انه حتى مو اهلها تقول ليش اني راتبي اللي يضمن مستقبلي، قبل المرأة كانت تقول أنا زوجي اللي يضمن مستقبلي، أنا زوجي هو سندي، أنا أبويا هو سندي. هسه عدم هذا الموضوع فعلا. يعني تقريبا أنه عدم بشكل يعني نهائي. التربية والقيم لها تأثير وتغيرت شوي. هندخل بموضوع أو أول موضوع في هذه الحالة هو الهجران. بالقانون كيف نعرف هجر الزوج لزوجته؟ هجر الزوج زوجته هو أنه يهجرها، اللي هي تكون مثلا متروكة الفراش مدة معينة بالقانون اللي هي سنتين. إذا تكون متروكة الفراش اللي هي يعتبر الهجر سنتين، متروكة الفراش أو أنه العلاقة الزوجية مثل ما نقول يعني يحق لها أنه تقوم بدعوة تفريق للهجر. نعم. إذن هي كان ممكن بعد السنتين أنه تروح ترفع قضية طلاق و... كان ممكن. إيه؟ نعم. كان ممكن، لكن هي بعد ذلك قالت هي خمس سنوات صابرة. نعم. خمس سنوات أنه على أمل، هي أنطتها تشانس سنة. نعم. من بعدها أربع سنوات وعملت، وهاي الظروف كلها اللي مرت بيها، مع العلم هي صاحبة بنات، دائما احنا نعرف مجتمعنا أم البنات شوية تختلف لأنه تعاني بتربيتهم. صحيح. تربية البنت مو مثل تربية الولد، البنية لازم تترسخ فد عادات معينة، عادات مجتمعنا، لازم يكون الأب حتى لو كان مثلا دوره هو مو الدور القوي بالتربية مثل الأم، بس لازم يكون دور الأب وياها. هي انتظرت. نعم. كل هاي سنوات الهجران وهي صاحبة أربع بنات. صح. ومن ثم ورا زواج بنتها يلا أنه حست أنه موضوع شنو، شلون نظرة الرجل للمرأة اللي ما عندها سند. نعم. زين هو إحنا نجي هنا هم نسأل سؤال، الرجل ليش إلا لازم أحد من أهل الزوجة لازم أحد يخوفه يلا أنه يتمم حياته بصورة يعني ويا زوجته بصورة صحيحة أو يكون ملتزم وياها؟ هذا الأمر تعانون منه أنتم كمحامين؟
مو بس كمحامين، المجتمع كله يعاني من عنده. صحيح المرأة ما عندها سند، بحيث وصلوا مرحلة النساء انه صاروا يدورون هم عمل، يطلعون هم يشتغلون مثل الرجال من الصبح لليل ويكدون في سبيل انه يعيشون اولادهم ويربوهم، وانه ما يحسسوهم بفرق انه عدم وجود الاب او مثلا مسؤولية الاب غايبة او ما موجودة. يعني هو سببها هاي الحالات، سببها انه كبت تراكمات المشاكل، تراكمات صعوبات الحياة. هي هاي خلت المرأة انه تريد تعيش اولادها. انت تعرفين الام، يعني الام غير عن الاب، الاب صحيح مسؤولياته يعني انه مثلا واحد ما ينكرها، بس الام دائما هي الاحن، هي يعني يعني حرصتها اكثر على عائلتها على مستقبلها ومتفكر بيهم. الام هي عمود البيت مثل ما نقول، يعني اللي هي العائله كلها تكون ناجحه او تكون مثلا تفشل العائله بسبب انه الام، يعني هي العامل الرئيسي، هي عمود البيت. اجي موضوع التنازل عن الحقوق في سبيل الطلاق، وهذا الشيء الموضوع اللي هوايه حكينا بيه، انه نقول لا تتنازلين عن الحقوق ان كنتي مستحقه. ها بعض النساء ما مستحقة حقوقها لأسباب قانونية، أنتوا تعرفون بي. صحيح. لكن التنازل إنه تنازلي حتى أطلقك، يعني هذا الموضوع مو يحتاج لمثل استشارة قانونية سؤال. هو بالقانون، بالقانون أكو في حالات معينة إنه التفريق في حالة إنه تنازلت عن حقوقها إنه هي تفرق. حالات معينة وبحالات معينة تفرق وتكتسب حقوقها، يعني انه يتم الطلاق بالفعل وتكتسب كامل حقوقها، يعني مثلا الهجر، الخيانة الزوجية، مثلا التفريق للضرر اللي مثلا يكون مثلا يضربها ضرب المفضي. مرات اكو ازواج يسببون عنها مستدينة بسبب الضرب. طبعا يدخل هنا موضوع المسكرات والمخدرات والمواد اللي تخليهم انه فاقدين الأهلية، يعني فاقدين الأهلية لمدة معينة أو بدون وعي مثلا يتصرفون مثل ما نقول. هنا هواية طبعا لها هاي التأثير، وأغلب شبابنا نشوفينها بسبب البطالة، بسبب ماكو عمل، بسبب أنه مطالبة النساء لهم مثلا مطالب ومسؤوليات هم في غنى عنها. تعرفين أنه الواقع والحياة كلها تطورت بصورة عامة، صارت مطالب مو بس مطالب النساء ومطالب الأهل ومطالب الأولاد. قبل بالأجيال السابقة كانت مطالبهم على قد أكل وشرب، حتى الملبس والملابس تشوفيها أنه بشكل روتيني دائما على قد الأعياد أو فد مناسبة معينة. هسه لا، هسه النساء صارت يعني، وإحنا من الناس يعني لازم على طول نجدد، لازم نواكب الحياة، لازم نواكب الموضة، لازم نواكب. بالإضافة إلى أنه حياة المشاهير صارت قريبة بسبب السوشيال ميديا، يعني معنى قريبة إلى البيوت، يعني قريبة إلى عقول النساء. صحيح. معنى كلامك انه سابقا يمكن كانت من تنازلت عن حقوقها ما كان هاي المتطلبات موجوده، وما كان المتطلبات كانت اقل. نعم، كانت أقل. النساء انه تتزوج خلاص، اكيد سامعه هن يقولون انه انزوجت انسترت وقعدت ببيتها. صح. خلاص هسه اكو صارت انه هدف الزواج هو اصلا تريد تحقق امنياتها، تتعامل ويا رجل كانه هو العصا السحريه اللي الله رزقها به. هو رجل هم عليه، هم على كاهله مسؤوليات معينه، هم مو بالساهل انه يحقق لها كل مطالبها وشغلات اللي تتطلبها. شوفي احيانا يكون مثلا موظف بسيط او موظف اعتيادي، تلقين مطالبها هي انه تفوق هاي المقدره الماديه، هاي طبعا راح تصير مشاكل وراح تستمر مشاكل. احيانا اكو حالات صارت حالات قتل، صارت انه عفوا حالات انتحار من هذا الموضوع، حالات هروب النساء من ازواجهم، هروبهم خارج بغداد او خارج العراق بصوره عامه، كله يرجع للسبب المادي وللعامل المادي. ليش؟ بسبب تطور الحياه وتطور التكنولوجيا ومطالب النساء انه زادت بصوره عامه. شنو يجب الاتفاق بين الازواج قبل الدخول للمحكمه بمساله الطلاق؟ بانه الاتفاق، انا ما ادفع نفقه، انه انا ما انطي مؤخر، انه انت مثلا اوكي الاثاث وهذا إلش، يعني هم اتفقوا، هل هذا هو قانونا صحيح؟ لا، بالقانون النفقه هي مسؤوليه الرجل، هذه بالشرع وبالقانون وكل الاعراف والتقاليد، انه المسؤوليه هو الرجل شنو دوره بالحياه، مثل المراه ما انه هي دورها بالحياه، هي تنجب، هي تساعد، هي تسند زوجها، تسنده نفسيا، اجتماعيا تسنده. هذا واجبه، يعني اكو حقوق واكو واجبات، هاي شغلات فطريه، يعني هو من خلق الرجل، هو المسؤوليه على كاهله،
مو انخلقت المرأة إنه مسؤولية الأولاد، نعم. مسؤولية المحافظة على البيت، مسؤولية صيانة زوجها وصيانة شرفه، يعني هاي شغلات فطرية وثابتة بالمجتمع، يعني ما ممكن إنه تتغير. أحياناً صحيح تصير أكو فت حالات معينة إنه مثلاً الأزواج يتفقون، يعني من الخطوبة يقول لها مثلاً الإيجار نص عليك، المولد نص عليك، اشتراك الإنترنت كله إنه شراكة، يعني لازم باعتبار إنه شراكة. هذا الشيء إذا كان بموافقتها، فهذه يعني باعتبار إنه هي من عندها، إنه هي دا تساعده، هي دا تقوم بمساعدة. أنت كمحامي وتجي حالة يمكن تسألين على هاي التفاصيل كلها. أكيد هي لازم نسأل عن كل التفاصيل. نعم. بس أنا يعني موضوع الواجبات بصراحة صار يعني مثلاً المرأة أو الرجل، يعني مو إنه أخلي كل العبء على كاهل الرجل أو كل العبء على كاهل المرأة. بصورة عامة إنه مثلاً من مرأة معينة إنه تسوي واجبات الرجل بدل منه مرة أو مرتين ثلاثة، فصار إنه هذا فرض وصار واجبها وخلص، واجبها يطلع من عند الرجل. بالمقابل إنه المرأة إذا الرجل قدم لها مساعدة معينة أو فشي معين، يعني كانت مريضة، يعني ما راح يكون هذا خلص واجبه، راح يكون هو متفضل لأن قدم المساعدة. الأزواج بينهم لو يأخذون هذا الموضوع بنظر الاعتبار إنه يقدر مساعدتها وهي تقدر مساعدته، كان هواية مشاكل انحلت، كان هواية مشاكل ما صارت من الأساس. إسراء، أنت تتكلمين باللسان الباحث اجتماعي وليس المحامي، يعني وصلت لهذه المرحلة بأنه أنت تفسرون وتعالجون حتى الأمور النفسية. ما هو إحنا يعني إحنا بصلب مشاكل المجتمع، يعني إحنا بصلب المشكلة، يعني يومية إحنا تنعرض علينا مشكلتين وثلاثة وأربعة. بعض الأحيان إنه حالات يعني تكسر الخاطر بصراحة، يعني من ناحية المرأة تشوفيها إنه هي طموحة وهي تريد وهي تسوي وما حد يساعدها، تشوفين الرجل هو دا يحاول يسوي شيء وهو ما دا يقدر، مثل مكتوب الأيدي. شوفين حالات ثانية إنه أزواج متمسكين ببعضهم ما دا يقدرون يكملون بسبب الأهالي وضغط الأهالي وتدخل الأهالي بالصغيرة والكبيرة. شوفين من الناحية الثانية أكو أزواج تحسيهم يعني مو بشر، ماكو موضوع الإنسانية من عند بيناتهم، من ناحية إنه المكيدة شلون هي تكيد له وشلون هو يكيد لها في سبيل شنو. طبعاً هي أول تالي المشكلة على مود الحقوق، الحقوق اللي هي الدين فرضها والقانون فرضها واللي هو من نفسه، يعني هو مو غرامة، يعني هو من نفسه كانوا متفقين على هاي الحقوق، يعني هي مو عقوبة الحقوق، يعني هو هذا حقها، هي بذلت له حياتها، هي بذلت له كل عمرها. المرحلة الأخيرة من حياة الحالة بأنه بعد أنه زوجته لازم تزوج بناتها، لأن تعرفين ليه مسؤولية، سنة الحياة أنه تزوج بناتها وهذا الشيء طبيعي. بس هي كأم يعني وشافت أنه موضوع الزواج وعاشت موضوع أنه هي ما تعرف شنو الزواج والزوجة، أنه كان أنه موضوع طلب أو شيء مقابل شيء كان زواجها وزوجها يكبرها بالعمر، يعني كان المفروض أنه هذه الحالة أنه هي حالتها لازم أنه يعني من المفروض انه كانت تكون عبره لها، لازم شافت انه هي بدون قوه اهلها شلون هو قدر يسيطر عليها، شلون هو قدر مثلا يبحي شخصيتها، ما كان لها هي، يعني كانت طالبه، يعني هي لو في حاله انه دارسه ومكمله احتمال هي صاحبه شهاده كبيره، فانه ضحت بشهادتها، ضحت بعمرها، ضحت بهذا كله، وبالاخر لانه ما عندها ظهر وما عندها سند وما عندها من يقويها. المفروض أنا ضد هذه المبدأ بأنه أنا ما عندي السند، أكون أنا سند نفسي، أنه أنا أقوي نفسي. هو هسه ليش دا أقول لك المفروض هي تكون دور الأم ودور الأب ودور الإنسان القوي اللي يخاف من عند الزوج أو يسمع كلمته أو ينفذ أو يأخذه بالعين الكبيرة وبعين الاعتبار. أكو كثير من الأهالي هسه أشوف يعني، ويأسفني طبعاً هذا الموضوع، إنه مجرد إنه إجا خطيب لبنتهم يتصرفون وياه كأنه ما مصدقين، كأنه خلص انفتحت لهم باب الجنة، راح يخلصهم من أذى معينة. لما يدخلون يخوضون يعني مرحلة الزواج أو تجربة الزواج راح يشوفون الموضوع انقلب بالعكس، إنه مثل ما نقول انقلب السحر على الساحر، بالعكس بنتهم صارت تتعرض للتعنيف، بنتهم إنه فاقدة حقوقها الشرعية وحقوقها الاجتماعية، وإنه تلقيها حتى أول يوم زواج يقول لها والله أنا جايبك أنت تخدمين أهلي. نعم. زين أوكي، هي من واجبها هي زوجتها تساعدة، ومن الأدب أنه تساعد أهلها بحدود المعقول، يعني مو بحدود أنه تقوم بكل واجباتهم. هذا فشي هي من عندها، وهذا فشي أنه هم واجب عليها هي كمرأة وكزوجة، يعني حتى وإن كانت تعمل، حتى وإن كان حتى لو كانت تملك مال الدنيا، فهي هاي حقوق هاي واجباتها الزوجية، يعني هذا الموضوع ما عليه أي جدل.
تشوفين انه لا هذا الشيء امر، يعني هذا انه هي كزوجه عملها تسوي هذا الشيء، عملها انه تخدم اهله، هي حتى لو هي تريد تساعد من نفسها. تعلمت هذا الموضوع يجيكم حالات وحابه هذا الشيء، تلقيها انه يعني سرعتها ردت فعل من هذا الموضوع. هسه احنا كنا نعمل، بس في حاله اني بعملي ومتعلمه وصار يشغل بالمحاكم يعني سنوات طويله. متعلمة هذا سياق حياتها، حتى بيت أهلها كانت تعمل، بس هل إنه أبوها أو أمها يقولوا لها أنت خدامة إحنا جايبيك حتى تقول لا، هي تخدمهم من نفسها. فيعني حتى إحنا اللي نعمل بصورة عامة، شوف مثلا يقولون أنت تشتغلين عندنا حتى تسوي، صار عندك فد ردة فعل معينة، صار فد كسرة نفس معينة. صحيح. والمرأة معروفة هي بالفطرة المرأة حساسة، يعني أبسط كلمة أنه صعدها للسماء وأبسط كلمة أنه تنزلها وتخليها. نعم. نتكلم أيضا هسه موضوع هنا بالبداية، الحقوق ما أخذت من الأم لكن أخذتها لبتها، يعني تقول أخذنا الحقوق وعندنا نفقة للطفلة، نفقة الطفلة ونفقة الزوجة تسقط وراء الزواج. وتقول أنه اكتسبت غرفة النوم وعرفت أنه أكو حقوق، بس شنو يعني هي هاي الحقوق؟ يعني ما اعتبرها أنه هذه فوز عظيم بالنسبة لها، أنه هي خسرت فرصة بحياتها. أنه هي بالتالي أنه صفت أنه البنية هو مو عيب البنية مطلقة نهائيا، مو عيب. يعني كنا ما نعرف ظروف الحياة بأي ساعة واحدة تكون أنه مطلقة أو أرملة، أو يعني تعرفين الدنيا أقدار. بس أنه لو كانت أنه الأم الحازمة والأم القوية اللي تقدر تسيطر على حياة بيتها وتمنع الطلاق، طبعا تمنع الطلاق واستمرار الزواج بصوره صحيحه، مو استمرار الزواج انه لانه هي مغصوبه او لانه مثلا يعرضها لحالات اهانه، لا يعني لا مو هذا صحيح. ممكن نقول هاي البنت تزوجت للتخفيف عن امها الحمل، واللي خاصه القاصرات لو شوفين القاصرات بالمحاكم، يعني حتى القضاة بعض الاحيان انه يصيرون عصبيين، يعني لانه تعرفين القاصر اثناء عقد الزواج هو ممنوع انه الزوجه تحت 18 سنه، فلازم انه تكون عندها حجه الضروره القصوى اللي هي يعني الفحص الطبي، انه اثناء الفحص الطبي انه تكون كامله من الناحيه الجسمانيه بس هذا الموضوع، ولازم حضور والدها يكون بالمحكمه. اغلب القضاة يعني لو ما انه القانون، يعني بنات تشوف فيهم صغار بعدها هي بحاجة للرعاية والاهتمام. صح. يعني بعدها مو أهل أنه تكون هي صاحبة بيت وتلزم عائلة وتكون مسيطرة على هاي العائلة وأم الأولاد وزوجة بشكل كامل وتقدم كل الخدمات لزوجها وتكون أنه زوجة صالحة. شوفيها يعني والله يعني حتى أغلب القضاة يقول لها ليش تزوج بنتك بهيجي عمر، يعني شنو اللي اضطرك أنه زوجها بهيجي عمر؟ يقول لأنه البنية مسؤولية، وبالفعل بوقتنا هذا البنية مسؤولية، بس هو الأهل ليش ما يكونون أهل للمسؤولية؟ إن يختارون صح الزوج الصح حتى الحياة تستمر. ليش الأهل ما يكونون؟ سر طلاق وهماتين أدور على الشخص المناسب. ما هي مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، مسؤوليتهم التربوية هي اللي تخليهم أنه يتحاشون موضوع أنه نخاف من مسؤوليته. أنت إذا بنتك واثق منها ومن تربيتها، ليش تخاف من مسؤوليته؟ ليش تخاف أنه تطلع منها فد عيبة معينة أو تصرف لو أنت أنه دائما وياها دائما أنه يعني بحياتها أول بأول تعرف ويا منو تمشي ويا منو تحكي شنو ردود أفعالها. طبعا هذا دور الأم يكون كلش كبير، يعني خاصة ويا البنية، تعرفين البنت أنه يعني شوية تتحفظ ويا الأب، يعني دائما البنية نقول صديقة أمها، فهنا دور الاهل كلش كبير. يعني الام لو تكون مسيطره وقويه بالشكل الكافي ما راح تضطر انه تلغي المسؤوليه او انه تتخلص من بنتها وتنطيها في سبيل المسؤوليه. نتكلم عن شغله مهمه انت اشرتي لها هسه، احنا بعد انه هذا انه البنت لازم مثلا مرت بتجربه هسه سيئه وانفصلت، لكن هي مقبله اكو حقوق عندنا، مثلا عندنا الرعايه الاجتماعيه الان تضمن حق انه للزوجه لها ضمان، للمطلقه لها راتب، وهذا الضمان يمكن لها، يعني حتى راح يبقى عندها مبالغها جدا زهيده، مبالغها كلش قليله، تنفعها ماديا يعني نوعا ما المادي. انه يعني اغلب العوائل يقولون احسن من ماكو، بس يعني هي المبالغ اللي ينطوها ما تكفي اي شيء، يعني ما تكفي روح الدكتور مره بالشهر، يعني مبالغ كلش قليله، واغلب المعاملات انه يعني
تظل النساء تراجع هواية أكثر من دائرة وأكثر من مكان وتروح وتجي في سبيل أنه تستحصل هذه المبالغ القليلة. هي أكو رعاية اجتماعية وأكو تعويضات للمطلقات وللأرامل موجودة، بس مبالغها يعني مع الأسف أنه كلش ضفيفة، مو مخطين بعين الاعتبار أنه المرأة غير. إذا يعني أكو كثير من النساء يعني حالات مرضية وحالات اجتماعية هم بحاجة للمادة بالفعل يعني، فالمفروض يعني من دوائر الرعاية الاجتماعية يعني المفروض انه شوية تكون الرواتب يعني يعني مو بهذا الشكل، المفروض تكون اعلى شوية. اخاف يطلقون اكثر يزيدون الراتب بعد يكيفون يصير المطلقات ياخذ الراتب. هاي مشكلة، هاي بناتنا مشكلة يعني التفكير بالموضوع. ما هو هم صارت بالفعل صارت كثير من الحالات اللي هو الطلاق الشكلي انه يعني متحدثه عنه سابقا انه هم سبب الزواج، الاثنين يتفقون على عقد معين ويطلقون بالمحكمه في سبيل انه يصير عندها ورقه طلاق تستحصل منها هاي المبالغ القليله. يعني تخيلي انه يعني العامل المادي والعامل الاقتصادي ايش قد مأثر بالمجتمع اللي قاموا اي مبلغ اي عذر اي شيء في سبيل انه يستحصلون من عنده انها مبالغ حتى لو كانت زهيده.